يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ورد حديث ضعيف فيه عمل، إذا ورد حديث ضعيف فيه عمل من السنة، أن هذا من السنة، فعمله رجل بنية اتباع السنة، فهل له من أجر؟ حديث الضعيف إذا كان في موضوع جاء الحديث الصحيح فيه فيستأنس به، ولذلك يذكرونه في الترغيب والترهيب والوعظ، يذكرون الحديث الضعيف إذا كان معناه صحيح ووردت في معناه أدلة صحيحة فيستأنس به. أما أنه يرتب عليه أحكام شرعية من تحريم أو تحليل أو إيجاب فلا، حديث الضعيف ما يؤسس عليه أحكام. نعم.